أنا رسام الكركتير عمر عدنان عبد الله. وأنا ماريا بركات من اللجنة الأولمبية الأردنية. موجودين معكم في اللجنة الأولمبية الأردنية نعلن عن مسابقة لمحبي الرسم اسمها الرسام الأولمبي. مسابقة الرسام الأولمبي هي فرصة لكل محبي الرسم والرياضة ليظهروا مواهبهم ويشاركوا معنا في أكبر مسابقة رسم أولمبية على مستوى المملكة. المسابقة تتكون من 6 حلقات وكل حلقة لها موضوع رياضي أولمبي خاص زي ما انتم شايفين على الشاشة. وعشان تشاركوا معنا بهاي المسابقة في البداية عبوا المعلومات المطلوبة منكم من خلال الرابط المرفق في هذا المنشور. المسابقة مصممة لتناسب جميع الأعمار، وطبعا في جوائز قيمة للفائزين بالمركز الأول والثاني من كل فئة عمرية. رسومات الفائزة رح تنعرض في مركز الإعداد الأولمبي، المكان اللي بيدربوا فيه لاعبين الأولمبيين. أنا كثير متحمس نبدأ هاي الرحلة الجميلة مع بعض حتى نشوف أعمالكم الفنية وأفكاركم الإبداعية مترجمة على الورق، وكمان نعرف معلومات أكثر وأكثر عن الحركة الأولمبية. شاركوا معنا في المسابقة وكونوا من فريق الرسام الأولمبي.